بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان ويوم جديد وحصاد اليوم ونشرة أخبار النادي الأهلي اللي بتستمر مع حضراتكم يوميا طوال شهر رمضان. هبدأ مع حضراتكم بسؤال مهم جدا، الناس كلها بتتساءل من هو مدرب النادي الأهلي الجديد. الكل يسأل، الكل يبحث، والكل يجتهد في اجتهادات كتير جدا، وبتسمعوا حاجات وبتقروا حاجات في سواء على وسائل الاتصال الاجتماعي سواء على المواقع من هو مدير الفني أو المدرب الجديد للنادي الأهلي. بعض الاجتهادات بتلاقي أسامي تخش في بؤرة الضوء، تلاقي أسامي بتبعد، ولكن في الأخير لجنة الكورة في النادي الأهلي دائما وأبدا بتبحث هذا الأمر بتأني شديد. تأني شديد لأن ابتديت مع حضراتكم منذ بداية شهر رمضان وقلت لحضراتكم إن عشان أجيب مدير فني للنادي الأهلي ما ينفعش أكون متسرع. التسرع في هذا الأمر بيبقى العواقب بتاعته أسوأ، لأن أنت ما بتجيبش مدير فني عشان ماتش أو ماتشين، ما بتجيبش مدير فني عشان يقود المهمة بطريقة كده سهلة والدنيا سهلة، لأن النادي الأهلي إيه هو التارجت بتاعه؟ بناء على الهدف، بناء ما لجنة الكورة بتبتدي تفكر وبتبتدي تحط الأساليب اللي هي شايفاها صح عشان تصل إلى الأهداف. الأهداف إيه؟ أنا عندي بطولة دوري، عندي بطولة كاس، عندي بطولة سوبر، كل ده في مصر، عندي دوري أبطال أفريقيا. دي أهم الأهداف اللي لجنة الكرة أو كل جمهور النادي الأهلي والنادي الأهلي دائما وأبدا بيسعى إليها. بناء على هذا الأمر لازم أشوف مدير فني قادر على كل هذه الأمور. الجمهور بيبص على الأمر إن المدير الفني الفلاني ناجح في الحتة الفلانية، فبناء عليه لازم النادي الأهلي يجيبه، ولكن لجنة الكرة ما بتشوفش الأمر بهذا الشكل، لأن لازم ندرس طريقة لعبه، طريقة فلسفته، أسلوبه مع حواره مع اللاعبين، هل هو بيجيد اللغة ولا لا يجيد اللغة؟ لأن أنت لو جبت واحد بعيد عن التعامل وعن اللغه الانجليزيه اللي 70 80% من لعيبه مصر دلوقتي ابتدت تكون بتفهمها، مش شرط الموضوع يبقى بالمترجم فقط، هل هيتاقلم على طبيعه الاداء اللي موجوده عندك بالاستراتيجيه الهجوميه، هل هيلعب بطريقه دفاعيه، فلسفته ايه، طريقته ايه، كل هذه الامور بتتحط في الحسبان. هو تاريخه ايه، مسك فرق عامله ازاي، هل لعب تحت ضغط كبير ان الجمهور لا يقبل الا بالفوز. يعني مارتن يول مدرب اياكس، مدرب فولم، انبهر بجمهور النادي الاهلي انه لا يرضى الا بالفوز. انبهر. انا بكلمكم بواحد لعب امام مانشستر يونايتد، لعب امام الارسنال، لعب امام فرق كبيره جدا على صعيد الدوري الانجليزي، لعب قدام البي اس في في هولندا، واحد مسك اياكس امستردام من اكبر انديه العالم، مسك توتنهام، كان معاه الكابتن حسام غالي. فهذا الامر انبهر، واحد قال لك انا عمري ما شفت جمهور بهذا الشكل. فلجنة الكورة عشان الجمهور اللي بهذا الشكل وعشان أولويات النادي الأهلي بتتأنى جدا في اختيار المدير الفني حتى يكون قادرا على صناعة تاريخ كبير مع النادي الأهلي، لأن النادي الأهلي المدير الفني القادم هيكون عليه إرث ثقيل ثقيل للغاية، إن موسم كله أرقام قياسية، فلازم يكون عنده فلسفة جديدة، مش مجرد ان المدرب هيجي هيلعبني 4-4-2 ولا هيلعبني 3-5-2، القصة أكبر من ذلك بكثير. وفي خلال أيام إن شاء الله هيتم إعلان عن المدير الفني الجديد اللي بيدرس السير الذاتية بشكل منتهى التأني وعشان نصل إلى الهدف المنشود. الحاجة الثانية إن لجنة الكورة النهاردة أقرت بعض القرارات، وإن كابتن محمد يوسف هيبقى مدرب عاما للأهلي وقائم بأعمال مدير الكرة. ده قرار مهم جدا، لأن المرحلة القادمة النادي الأهلي بعد الدوري الممتاز، بعد خلاص نهاية كأس مصر واقتراب كأس العالم، وعندنا فترة لأن كان لازم نخلص كل الماتشات قبيل أو قبل انطلاق بطولة كأس العالم، ففي راحة، الراحة دي لن تكون أكثر من شهرا أو 3 أسابيع على حد الأقصى. هذه الفترة هي فترة التأني زي ما قلت لحضراتكم، أن هم بياخدوا وقت عشان يشوفوا المدير الفني المناسب في كل الأمور، وهيتم تعيين كابتن محمد يوسف مدربا عاما وقائم بأعمال مدير الكرة. كابتن محمد يوسف هو حصل على بطولة دوري أبطال أفريقيا مع النادي الأهلي بطولة 2013. كابتن محمد يوسف في هذه البطولة كسب نادي الزمالك 4 وكسب أورلاندو بايرتس في اللقاء النهائي، أورلاندو بايرتس من أحسن الفرق اللي لعبت، كسب ليوبار الكونغولي، كسب كان مع كابتن حسام البدري
مدربا عاما، وكسب ايضا بطوله دوري ابطال افريقيا في عام 2012 اللي كسبنا فيها الترجي، وادي بطوله 2013 اللي كسبنا فيها اورلاندو بايلوتس وحققنا البطوله. كابتن محمد يوسف من ولاد النادي الاهلي، راجل واخد لايسنس من لايبسك في المانيا، يعني عنده النو هاو بتاعه او فلسفته في كره القدم على الطريقه الالمانيه، اتعامل مع العديد من النجوم. انتوا شايفين حضراتكم الفتره اللي كان فيها الكابتن محمد يوسف كان في فتره فيها العديد من النجوم، في لعيبه كتير جدا من اللعيبه الشباب اللي دلوقتي موجودين، دلوقتي ما بقوش شباب، كانوا في فتره كابتن محمد يوسف كانوا شباب، فعنده معرفه يعني معرفه تامه بجميع الاحوال الفنيه. وادي كان الجهاز اللي معاهم معاه، كان معاه كابتن علي ماهر وكابتن طارق سليمان في هذه الفتره كجهاز فني كامل. كابتن محمد يوسف عنده مبادئ النادي الاهلي، عنده الروح اللي هو يقدر يشتغل بيها مع الفريق، عنده الخبرات اللازمه، فهيبقى الامور ماشيه بشكل طبيعي. وحتى كان معاه كابتن احمد ايوب وكل جميع الساده اللي كانوا موجودين معاه في الجهاز الفني، وبكره ان شاء الله هيكون في اجتماع مع لجنه الكوره في تمام الواحده ظهرا عشان يحطوا بقى خريطه العمل اللي هيكون موجوده في الفتره المقبله. ايضا هيكون معاه كابتن سامي قمصان، واحد من نجوم النادي الاهلي، واحد من اللعيبه اللي خلقا وموهبه على اعلى مستوى، وايضا له تجربه اكثر من ناجحه. بروجكت كان صراحة جميل، كان مشروع جميل جدا مع فريق حرس الحدود اللي استطاع بتشكيل منه هو وفلسفته وطريقته انه يصعد بحرس الحدود مرة أخرى للدوري الممتاز بعد فترة، وصراحة أتم هذه المأمورية على أعلى مستوى وبأقل التكاليف عن كل منافسيه، وقدم كرة جميلة جدا. فالصراحة الواحد دايما بيبقى مبسوط انه بيشوف نماذج وكوادر من أبناء النادي الأهلي اللي دلوقتي بيحققوا نجاحات، واستطاع وتحسب ان فريق حرس الحدود بعد فترة غياب عن الدوري الممتاز يعود مرة اخرى عن طريق احد ابناء النادي الاهلي والكابتن سامي قمصان، واستعانوا بيه طبعا على طول لجنة الكرة عشان يكون جهاز قوي على اعلى مستوى قادر على انه يقود المسيرة في الفترة المقبلة. وان شاء الله هيكون الجهاز متناسق في الفكر ومتناسق في الاداء كعادة ابناء النادي الاهلي لما بيشتغلوا مع بعض في جهاز فني واحد عشان النادي الاهلي يحصد بطولاته. كابتن سامي وكابتن محمد يوسف اكيد هيكون فيهم اعداء في ما بعد، يبتدوا بقى يشوفوا الفكر والاستراتيجيه ومين المدير الفني اللي جاي عشان نقدر نطبق الفلسفه اللي موجوده ويقود المسيره، وباذن الله تكون كل الامور ماشيه في الصالح العام وان شاء الله تكون على اعلى مستوى. كابتن سمير عدلي مديرا اداريا للفريق. كابتن سمير عدلي يعني الصراحه تاريخ كبير قوي. كابتن سمير عدلي كان مدير اداري منتخب مصر في كاس عالم 90. كابتن سمير علي كان بيتعامل مع الدول الاوروبيه من قبل ما يكون في الفاكسات كانت سهله. كان بيتعامل مع هذه الامور الصعبه وموضوع التجنيد من قبل ما يكون في اي، ما كانش في لسه اخترعوا الايميل. ف يعني تاريخ كبير جدا وخبره كبيره جدا في الكره المصريه، مش بس في النادي الاهلي واحد ابناء النادي الاهلي. فده اقل حاجه نقولها للكابتن سمير عدلي، يعني ربنا يديله الصحه ودايما كده يكون في خدمه هذا الكيان الكبير، لان ده حاجه من الرموز اللي الواحد في الاداره المصريه دايما بيتشرف، وكان دايما لقاءاته الواحد بيفتكر وجوده مع الكابتن محمود الجوهري، وجوده مع النادي الاهلي، وجوده في الفتره اللي كان شغال فيها، والناس كلها الكوادر الصغيره اللي هتكلم عليها، الشباب اللي دخل في منظومه النادي الاهلي يبتدي يتعلم منه، لان ده الصراحه يعني حاجه جميله جدا. كابتن سمير عدلي خلقا واداء ودايما كده ما بتسمعلوش حس، ودايما بينجز، واهم حاجه في شغله الاداره بروبلم سولفنج، ازاي تحل مشكله، ازاي تحل مشكله التوجه الى دوله معينه والفنادق وحجز الملعب والتنقلات والتجنيد. التجنيد ده يعني حاجه عندنا في مصر طبعا المشكله الكبيره ان انت عندك عدد كبير من اللعيبه لازم دايما تكون اول باول عارف موقفه ايه في التجنيد عشان ما تيجي تلعب ماتش مهم. هتلعب ماتش النادي الاهلي بيلعب في دوري ابطال افريقيا وبيلعب بطوله عربيه وبيلعب ماتشات وديه، يعني عليه التزامات ما شاء الله بالكم الكبير، فمحدش يبتدي يتفاجئ. انت بتتفاجئش في النادي الاهلي من اسلوب الاداره العظيمه اللي موجوده طبعا من 111 سنه، ومن احد كوادرها الكابتن سمير عدلي اللي لازم يديله حقه الصراحه، راجل على اعلى مستوى. الكابيتانو كابتن حسام غالي، و
أكسير الشباب يخش مرة أخرى إلى النادي الأهلي عن طريق الكابتن حسام غالي كمنسق عام، ومحمد فضل مدير التعاقدات. العمر والزمن بيتغير، وكل زمن له رجاله. الفترة والحقبة الزمنية اللي موجود فيها كده، على فكرة ده توجه أوروبا كلها، مش بس موجود في النادي الأهلي، إن أنا أبتدي أعتمد على النجوم الشباب اللي عندهم نوها وخبرة كبيرة جدا، وكان عندهم مهارة يعني على أعلى مستوى. بص حسام غالي يعني من الواحد مش محتاج يتكلم على مهارته عاملة إزاي، وده واحد يعني أنا مش عارف إزاي واحد اعتزل بيعمل دبل كيك زي دوت. دي حاجة من الحاجات اللي برضو يعني مخرجنا الجميل كده بيفكرنا كده بحسام غالي ومهارته العالية. محمد فضل يعني كان فرود على أعلى مستوى، ونجح مع كل الأندية اللي لعب فيها. محمد فضل ده في الناشئين يا جماعة يعني كان واحد من الفراودة اللي لعب حتى مع في كذا مكان، وتصوب يعني مرة لعبه باك يمين، لاعب بيلعب في كل مكان، كان في الملعب وما كانش بيقول حاجة. حد برضو من أبناء النادي الأهلي المخلصين، وادي حسام غالي ومهاراته يوم ماتش اعتزاله وحاجات جميلة جدا. وخلينا برضو نتكلم إن ده التوجه الأوروبي. يعني إيه التوجه الأوروبي؟ يعني أنت هتلاقي ليوناردو المدرب طبعا واللاعب السابق في البرازيل، بقى سبورت دايركتور، كان في باريس سان جيرمان وانتر ميلان والعديد من الأندية، وهو لسه كان مبطل أو لسه بمخلص كرة قدم. سيدورف دخل في القصة، تلاقي جاتوسو الآن مدربا، كل الأمور إنزاجي دخل في هذه القصة مع الإي سي ميلان، وهتلاقوا نفس القصة حتى في جيرارد مع ليفربول بيدخلوه، لامبرد، كل النجوم الكبار اللي وانس ان هم بيعلنوا اعتزالهم بيخشوا في المنظومة. ليه؟ لأن دلوقتي الأمور اختلفت، فكر اللعيبة نفسه اختلفت. كرة القدم بتتغير كل 10 سنوات، عشان بس أقولها لحضراتكم، كرة القدم في أوروبا استراتيجيتها كلها بكل الطرق بتتغير كل 10 سنوات، سواء فنيا أو إداريا. وفي بعض الفرق اللي كانت ماشية بأسلوب إدارة قديم ابتدى يتدحور بها الحال، وأبرز مثال مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد بعد السير أليكس فيرجسون إلى أين؟ بعيد تماما عن الدوري الإنجليزي. لما بياخدوا الإف إيه كاب، طبعا مع كل احترامي وتقديري بقى لمشجعين مانشستر يونايتد، بس انا بتكلم في حقائق. عكس الناحيه الثانيه مانشستر سيتي مشي بقى، شاف نهايه العلم في كره القدم سواء اداريا او فنيا وصل لفين، وراحوا مشوا على هذا المنوال. وطبعا تحيه كبيره جدا للمالكين الاماراتيين لفريق مانشستر سيتي اللي مقدم لنا نموذج في كره القدم، نموذج رهيب، نموذج الصراحه لازم يحتذى به. ان انا اتصدر الدوري الانجليزي وابقى ما بيني وما بين المنافسين بتوعي يعني داخلين على العشرين نقطه، حاجه كبيره جدا. فهذا الامر النادي الاهلي دايما مواكب العصر، دايما لازم اشوف التوجه رايح فين والكره اتغيرت ازاي. لان كابتن حسام غالي وكابتن محمد فضل لما يجي يتكلموا مع اللعيبه الان، عكس بعض من الناس الاخرى اللي ممكن تبقى الدنيا اختلفت، العصر بيختلف، توجه اللعيبه دلوقتي بقى فيه سوشيال ميديا وفيسبوك، وخلاص ده عن فيسبوك وتويتر و و و وابلكيشن بقى على قفا من يشيل. فالدنيا اتغيرت، الاساليب اتغيرت، وتوجهات اللعيبه واسلوب ان انت تتفاوض معاهم تتكلم معاهم، لازم تجيب لهم واحد من الجيل بتاعهم او يبقى حاسس بيهم بشكل كبير جدا. ودي حاجه صراحه تحسب، ونموذج صراحه احتذى به دايما من مجلس اداره النادي الاهلي على مدار التاريخ، انه يحط هذه النماذج داخل المنظومه الاداريه، وان شاء الله يكونوا على قد المستوى. بصوا برضه اقول لحضراتكم كمان باقي التقارير او الدخله، ان الكابتن رحمن المدرب القدير، المدرب الكبير، واحد من ابناء النادي الاهلي، واحد من الناس اللي ايضا كانوا حققوا نجاحات وطفره في الكره السعوديه، وجوده كمدير فني لشباب النادي الاهلي وهو معنا على التليفون. يعني كابتن عادل عبد الرحمن الف مبروك، وكل سنه وحضرتك طيب يا فندم. اولا كل سنه وانت طيب، ورمضان كريم علينا كلنا وعليكم يا رب ان شاء الله. طيب كابتن عادل، دخولك في فريق الشباب النادي الاهلي، وحضرتك ياما طلعت الصراحه نماذج على اعلى مستوى فيه، وعندك عين خبيره جدا في انتقاء المواهب. حضرتك حتى اسلوب لعبك كلعيب رقم 10 في بعض الاوقات، وبتحب تشوف نص الملعب كده تمسكه، عينك يعني صائبه في موضوع الناشئين. يعني عايز اعرف طبعا بعد ما ببارك لحضرتك على هذا الامر، فكرة حضرتك اللي جاي، وعشان نقول لجمهور النادي الاهلي كابتن عادل عبد الرحمن بخبرته الكبيره دي هيقدم لنا ان شاء الله. اولا انا اول حاجه ده شرف كبير لاي حد يتواجد في النادي الاهلي من ابناء النادي الاهلي، واحنا ابناء النادي الاهلي في اي مكان نتشرف فيه، يعني في اي منصب وفي اي مكان وفي اي شغلانه، ان احنا لازم
نكون مع النادي. اما بالنسبه للي عملوا الحاجات دي فدي ناجلها شويه او فعلا من شرط يحصل تبدا يعني في العمل وكده، ولكن اللي انا بقوله ان احنا تحت امر النادي الاهلي في اي مكان وفي اي حته وفي اي زمان، يعني ده كلنا احساس مننا كلنا، وفي اي حته لازم نشتغل للنادي الاهلي، لانه نادينا اللي عملنا، اللي عملنا لعيبة الكوره قبل ما نكون مدربين، واللي عملنا مدربين هو النادي الاهلي، وخير النادي الاهلي على كل ابنائه، وعشان كده ابنائه في اي وقت احنا بنود للنادي الاهلي، النادي الاهلي يطلبنا في اي وقت ننصاع ونقول حاضر، ولازم نشتغل ولازم نجتهد ولازم نعمل حاجه كويسه في النادي الاهلي. وهو دائما وابدا يعني اولاد النادي الاهلي كابتن عادل بيبقوا موجودين حينما يطلبوا، يعني مهما كان حضرتك بتبقى بعيد، اول ما النادي الاهلي بيقول لك في اي منصب حضرتك يعني دايما، وزمايلك كلهم كل ابناء النادي الاهلي بيلبوا هذا النداء، وده نموذج جميل الصراحه لكل الناس بتشوفه. والله والله شوف احنا يعني كل هدفنا ان احنا ان شاء الله نعمل حاجه كويسه للنادي الاهلي، وربنا يكرم الناس كلها ونجتهد ونعمل حاجه كويسه للنادي. ولكن انا في الوقت الحالي اللي انا عايز اقوله لك، اول حاجه ان احنا في الوقت ده لازم نتكاتف للنادي الاهلي، ولازم نعمل نصنع جيل كويس، نصنع جيل جديد للنادي الاهلي. النادي الاهلي على طول الزمان بيطلع لعيبته ويطلع ناشئينه، من اول ما الكره اتعملت في النادي الاهلي لازم نعتمد على اولادنا، واولادنا هم اللي بيشرفونا دايما، وربنا يكرم ان شاء الله. شكرا يا كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي كابتن عادل عبد الرحمن، وبالتوفيق ان شاء الله في المهمه القادمه. كابتن عادل عبد الرحمن المدير الفني الجديد لفريق الشباب بالنادي الاهلي، المدير الفني السابق لفريق اتحاد جده، لما يكون عندك هذا الكم من الخبرات بيكون موجود في قطاع من قطاعات الناشئين، ده شيء ايجابي للغايه. عايز اقول لحضراتكم ان قوه فريق اياكس، قوه فريق برشلونه، وقوه فريق بايرن ميونخ كانت من قطاع الناشئين دائما وابدا، قطاع الناشئين العمود الفقري للانديه اللي عايزه تكمل في مشوار البطوله، ودي حاجه مهمه جدا ان انت تحط خبرات تقيله في هذا الامر وفي هذا القطاع. برضو عايز اقول لحضراتكم ان هيبقى في اجتماع ما بين الكابتن محمد فضل والكابتن عدل القيعي، ولكن الاول طبعا بنبارك ليه نجم النادي الاهلي السابق طبعا كابتن محمد فضل. كل سنه وانت طيب ابو كباتن والف مبروك. وحضرتك طيب، ويعني ميرسي جدا، كل سنه وحضرتك طيب والساده المشاهدين بخير، ورمضان كريم عليكم وعلى الناس كلهم وعلى جميع النادي الاهلي. كابتن فضل واحد من النجوم والمهاجمين الكبار، واحد من الشباب اللي الصراحه توجه الدوله الان بقوه الشباب، ونموذج الصراحه يحتذى به في كل المجالات والله يا كابتن فضل. والصراحه الخبر بالنسبه لنا كلنا في الوسط وبالنسبه للجماهير كان حاجه جميله، وكنت لسه بتكلم ان ده النموذج الاوروبي اللي بيحدث فيه كل الانديه العالميه، ان كابتن محمد فضل الان مدير للتعاقد، قريب من دماغ اللعيبه، الان قريب من اللعيبه، عارف اللعيب دلوقتي بيفكر في ايه. فعايزك تكلمني كده عن هذا الامر بالنسبه للكابتن محمد فضل. لا يعني دايما ان شاء الله باذن الله الاهم من الواحد داخل منظومه محترمه جدا، دايما يعني اتمنى باذن الله اكون اضافه قويه. الواحد هيتعب ويعمل الاسباب كلها، ان انت في نفس الوقت انت مطالب انك انت يبقى نادي الاهلي على طول متعودين ان هو يبقى بطولات ومبادئ في نفس الوقت. عاوزين نقدم الشكل بتاعنا اللي احنا متعودين عليه، وهو زي ما بقول لك البطولات ومبادئ. ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه تبقى فتره خير علينا يا رب، وان شاء الله الواحد يبقى في توفيق. مش موضوع علاقه دماغ ولا اي حاجه، انا بقول لك انت بتشتغل مع منظومه محترفه جدا، بتتعلم وبتقدر تضيف تعليمك، فباذن الله ان شاء الله زي ما بقول لك يا رب الواحد يكون يتمنى يكون اضافه. وطبعا في حاجات ما ينفعش يبقى فيها كلام في الاعلام، النهارده بس انا بتكلم عشان يعني الواحد فخور ان هو دلوقتي دخل في المنظومه اللي هو بينتمي ليها وهو صغير، وان شاء الله زي ما بقول لك كده الفتره الجايه تبقى خير علينا وعلى جماهير الاهلي يا رب ان شاء الله. كابتن فضل انت هتجتمع بقى طبعا مهندس اتفاقات الكبير بقى كابتن عادل القيعي، واكيد هيبقى فيه العديد من الامور التنسيقيه. اتكلمنا على هذا الاجتماع، واكيد علاقتك بالبشمهندس عادل القيعي دايما الناس كلها بتتعلم منه. طبعا علاقه محترمه، طبعا دايما لما تيجي تقول
على طول مرتبط بالتعاقدات على طول كابتن عادل، يعني من مش كنادي اهلي عموما في مصر عموما، اول ما تقول كلمه تعاقدات على طول في اذهان الناس يبقى كابتن عادل القيعي. تاريخ كبير، الواحد يتشرف ان هو يبقى في مكان يتعلم منه طبعا، وزي ما انا بقول لك الواحد مش هيتعلم بس، يعني الواحد هيتعلم وهيحاول يتعب ويجتهد، وان شاء الله باذن الله زي ما بقول لك في الاخر يبقى النتيجه قويه لينا كنادي وكجماهير، وهو ده المطلوب. دايما انت مطالب زي ما قلت حضرتك بطولات زائد مبادئ، فحاجه احنا تعودنا عليها وان شاء الله باذن الله نقدر نحافظ عليها، ولو نقدر نزود كمان هنزود باذن الله. باذن الله، ودايما كده يعني احنا مستنيين منك بقى صفقات على العرش الثقيل بقى، يعني برضو كابتن. على فكره انا عاوز اقول لك حاجه في النقطه دي بس عشان يعني مش موضوع صفقات والله، خلي بالك يعني هي يعني انا يعني مش يعني ما كنتش اتمنى ان انا اتكلم في النقطه دي، بس المفهوم دلوقتي في العالم اتغير تماما، هي مش موضوع انك تجري تجيب صفقه، هي اهم حاجه ان انت تجيب حاجه تكون محتاجها. ايوه حاجة كويسه، ما بندخلش في منافسه مع حد، ما فيش صراعات مع حد، اهم حاجه اختيارات واحتياجات الفريق. اسف ان انا بقول الكلام ده طبعا، يعني هيتغير بعد كده وهيبقى تصريحاتي قليله جدا ومش هطلع، ولكن زي ما بقول لك الموضوع العلم اختلف تماما، الاحتياجات اختلفت، نتمنى ان الجماهير تتفهم ان شاء الله الفتره الجايه. ندخل في صراعات، احنا صراعات، احنا مش داخلين في صراعات مع حد، احنا اهم حاجه عندنا هدفنا هو حاجه واحده بس، هي يبقى مصلحه النادي الاهلي اقوى احتياجاتنا، ونقدر ان احنا دايما زي ما قلت حضرتك مبادئ زائد بطولات. ودول ولاد النادي الاهلي يا كابتن، وانا كنت لسه قبل ما حضرتك يعني تخش معايا في المداخله واتشرف بيه بحضرتك ان كنت بتحدث على هذا الامر، ان الامور دلوقتي كره القدم اصبحت علم، اصبحت نو هاو، اصبحت ان انا محتاج ايه عشان اصل الى هذا الهدف، وحضرتك يعني سبحان الله بتخش يمكن ما سمعتنيش وانا بتحدث على هذا الامر وبتقول نفس الكلام، فما شاء الله اختيار صائب من مجلس اداره النادي الاهلي، وبتمنى لحضرتك التوفيق في الفتره المقبله. ميرسي، وزي ما قلت لحضرتك كل سنه وحضرتك بخير، والساده المشاهدين ويا رب ان شاء الله اتمنى ان ربنا يكون موفقني، وبشكر مجلس الاداره ولجنه الكوره، وان شاء الله باذن الله اللي جاي يبقى اقوى واحسن باذن الله. باذن الله، وتبقوا تيم ورك كده عالمي انت وكابتن حسام غالي، ومعاك برضو الكابتن عادل القيعي، منظومه كبيره جدا والجهاز الفني الجديد باذن الله. نروح لخبر اخر برضو كان مهم بالنسبه لكابتن خالد بيبو مديرا لاكاديميات النادي الاهلي. كابتن خالد بيبو اول ما بتسمع طبعا خالد بيبو بتفتكر بيبو بشير بيبو الكون، بتفتكر الستة واحد، بتفتكر ذكريات جميله موجوده معانا بتعيش سنين، وبتفتكر لعيب من اللعيبه اللي كان مختلف في كل شيء، اسلوبه وطريقته وطريقه لعبه، يعني كان حاجه جميله وحاجه جديده على الكره المصريه. فكابتن خالد بيبو بالموهبه الكبيره دي دخل في الاعلام ودخل في اداره الكوره فتره من الفترات، ودخل في منظومه كره القدم بشكل جميل، وهو واحد من الشخصيات اللي دايما كلامه قليل، حتى هو لعيب ما كنتش تلاقي خالد بيبو بيتكلم كتير. فوجوده داخل منظومه النادي الاهلي كمدير الاكاديميات، انا كنت لسه بتكلم على توجه الشباب، بس الشباب اللي عنده نو هاو، عنده معرفه، عنده طريقه، عنده اسلوب يقدر يصل بيه الى الهدف. وطبعا ادي بيبو بشير اهو امام حضراتكم، حاجه من الحاجات اللي ما بتتنسيش، يعني عشان برضو ايه نبقى واضحين، وكل سنه وحضراتكم طيبين كده، بندي لكم حاجه قبل السحور تحلوا بيها كده بعد الحر اللي في الصيام، عشان احنا دايما بنحب نتفرج على هذه الاهداف كثيرا. ف بنقول ان وجود كابتن خالد بيبو اللي صراحه باول تصريحاته تحس ان هو في اكتيفيتي، في نشاط، في حيويه، زي ما هو كده نشيط في احرازه الاهداف وفي مهاراته، وادي مخرجنا الجميل يعني عمال يجيب لنا الاهداف الجميله، عشان هو عارف طبعا ان انا مش هقدر اشوف الحاجات دي، وادي زميلنا محمد فاروق كان في سبعه والله لو كملت كان هيبقى هدف عالمي، ولكن هي كانت من نصيب خالد بيبو، هو اليوم ده كان نصيب خالد بيبو انه يبقى سوبر هاتريك، يبقى سوبر هاتريك وادي السبعه بتاعت فاروق، ولكن راحت الكوره لخالد بيبو، وفاروق انا عارف ان هو ما كانش عينه فيها، انا حتى فرح بعد الجون لان هو برده شخصيه جميله. ف كانت حاجه حلوه طبعا، فالامر ده بيبقى بيديك توجه، توجه لان النادي الاهلي الان، بصوا قطع الاوفسايد ازاي يا جماعه، والله لعيب كان كبير كبير جدا جدا جدا، بيبقى مدير اكاديميات النادي الاهلي واحد من الشباب عنده نشاط وعنده حيويه، بتحدث ان هيبقى فيه نشاطات فنيه ونشاطات ثقافيه ونشاطات رياضيه اكثر للاكاديميات، بتحدث ان الاكاديميات دلوقتي اصبحت عمود استراتيجي وصمام مهم جدا لقطاع الناشئين.
لان انت عندك الاهلي ب وعندك الاهلي ب من الفرق اللي دايما بتبقى عمود فقري القطاع من الناحيه ان ممكن يبقى عندك لعيب في مرحله الشباب او في مرحله الطفوله. ادي بقى اجوان افريقيا بقى اللي كان موجود ان هو خالد بيبو بطوله 2001 الصراحه كان متالق امام سان داونز وكان واحده من البطولات التي لا تنسى الصراحه لكل جماهير النادي الاهلي وخالد بيبو بالتحديد وخاصه لقاء الفاينل اللي موجود هنا وده كان ماتش كايزر تشيفز اعتقد اللي النادي الاهلي فاز بيه ببطوله السوبر وكان موجود عندنا هنا خالد بيبو كان متالق جدا في هذه الفتره دي ما بين رجلين الجون كمان. الاهلي بيه في لعيب وهو لسه ناشئ قوي ما بيبانش يعني هقول لحضراتكم مثلا اللعيبه اللي بتبقى لسه ما حصل لها اقامتها قصيره يحس ان هو داخل منظومه النادي الاهلي فممكن من الاكاديميه دي يطلع لك وحوش مش بس نجوم وده حصل على مدار التاريخ حصل ان الاكاديميه دي طلعت مواهب لا حصر لها فوجود الاكاديميات بهذا الشكل طبعا لازم نشكر كابتن ابراهيم عبد الصمد وطبعا الدكتور عمرو ابو المجد في قطاع ناشئين النادي الاهلي حققوا وعملوا حاجات جميله جدا للغايه يعني صراحه كان موسم رائع بالنسبه لهم وتوجه ووجود كابتن فتحي مبروك ووجود كابتن خالد بيبو للاكاديميات حاجه ان شاء الله تبقى مفيده لانه حتى في اول تصريحاته تحس بالنشاط وتحس الحيويه وموضوع الاكاديميات محتاج لنشاط وحيويه واكتيفيتي ومحتاج ان يبقى فيه على طول مهرجانات ومحتاج يبقى فيه احتفالات ومحتاج ان الاولاد يبقوا مبسوطين ويبتدوا يتعلموا ويبتدوا يقضوا وقت جميل وممتع داخل الملاعب النادي الاهلي وهم لابسين لبس النادي الاهلي وزي النادي الاهلي بتبقى حاجه مفرحة للغاية وهم دول اللي بيتاخد منهم أحسن العناصر اللي بيخشوا في القطاع وبعد كده بيبقوا نجوم النادي الأهلي في المستقبل نتمنى له طبعا التوفيق وخلينا أقول لحضراتكم أن الكابتن خالد بيبو وجه الشكر لمجلس الإدارة على ثقته الكبيرة لافتا أنها مسؤولية عظيمة وشرف له العمل في قطاع ومهم وحيوي بالنسبة للنادي وأوضح أن الكابتن إبراهيم عبد الصمد حقق نجاحات وبشكل وتطوير طبعا القطاع وقال على فريق الاهلي به اللي حقق نتائج طيبه في دوري المنطقه لافتا انه سوف يعمل على استكمال هذه النجاحات، استكمال هذه النجاحات هو ده النادي الاهلي. النادي الاهلي ما بيهدمش اللي قبله، النادي الاهلي دايما في اي مكان مجلس اداره في اداره فنيه، اداره اداريه في كل هذه الامور لما بيجي يمسك ملف ما بيهدمش اللي قبله ولكن بيكمل على الجانب الاخر ودي حاجه من الحاجات اللي مهمة جدا. خلينا نقول ان لجنة الكرة طيب احنا معنا على الهاتف كابتن مصر طبعا والمدير الفني القدير الكابتن فتحي مبروك المدير الفني او طبعا رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. مساء الخير ابو الكباتن وكل سنة وحضرتك طيب. مساء الخير يا كابتن محمد وكل سنة وانت طيب وكل السادة مشاهدي قناة الاهلي الجميلة خير وصحة كده رمضان كريم عليهم جميعا. وعلى حضرتك ودايما كده بصحه وسلام والواحد يعني كابتن فتحي مبروك خبره كبيره جدا في كره القدم وحاجه يعني من الحاجات اللي الواحد بيفخر انها من ضمن طبعا رموز النادي الاهلي. عايز اسال حضرتك طبعا مهمه ثقيله قطاع الناشئين بالنادي الاهلي ان شاء الله يبقى في تطوير مستمر. والله يا كابتن محمد يمكن انا طبعا بشكر لجنه كره القدم ومجلس اداره النادي الاهلي على الثقه الجميله اللي يثقوا احد ابناء النادي الاهلي في قياده قطاع الناشئين. دي حاجة، الحاجة الثانية أنا بشكر طبعًا الكابتن عمرو أبو المجد إن هو يمكن الموسم اللي فات عمل الحمد لله شغل كويس، ولكن سنة الحياة بقى بيبقى فيها دايمًا تغيير، وأتمنى من كل قلبي إن أنا فعلًا أخدم النادي الأهلي في هذا الموقع، لأن طبيعتي أنا كنت قبل كده أنت عارف إني بشتغل في التدريب طول عمري. نعم. وهيبقى جزء برضه على فكرة جزء من قيادة قطاع الناشئين، جزء برضه هيبقى فيه فكر تدريب إن شاء الله، وأتمنى كده إن إحنا إن شاء الله إن شاء الله نخلي كيان لقطاع الناشئين ده فعلا يساهم في اعداد جيل كويس للنادي الاهلي والدرجه الاولى في النادي الاهلي يعني ان شاء الله. طيب كابتن فتحي حضرتك اكيد هيبقى في تعاون مع الجهاز الفني، تعاون مع المدير الفني الاجنبي اللي هيبقى جديد او كابتن محمد يوسف الان في المسؤوليه، يعني عايز حضرتك برضو تعرفنا كيف سيتم التواصل وحضرتك عندك صراحه اجيال على اعلى مستوى من اول الفريق البراعم تحت الحاد فريق ال 98 وال 97 من الفرق من اقوى الفرق اللي كانت موجوده في مصر. لا هو طبعا احنا الحمد لله بص احنا التواصل ده دائما موجود يمكن حتى وانا شغال في قطاع الشباب
كان بيبقى فيه تواصل بينه وبين اي مدير فني في الدرجه الاولى، ودي دائما قاعده ومبدا في النادي الاهلي ان بيبقى فيه تواصل دائما في قطاع الناشئين وقطاع الشباب للدرجه الاولى. زي ما قلت لك خدمه قطاع الناشئين كله بتدور في النهارده في خدمه النادي الاهلي وخدمه الدرجه الاولى، فان شاء الله يبقى فيه تواصل ويبقى فيه مشهوره ويبقى فيه النهارده كل كبيره وصغيره ان شاء الله للنادي الاهلي ولمصلحه النادي الاهلي والفرقه النادي الاهلي في الدرجه الاولى. هيبقى ان شاء الله في تنسيق بينه وبين الجهاز الفني الفريق الاول ان شاء الله. يعني كابتن فتحي، هل هتعتمد على الكشافين ولا حضرتك هتعمل ورشات ممكن تنزلوا في بعض الاقاليم وتنزلوا في بعض المحافظات وتستكشفوا المواهب؟ يعني هيبقى فكره حضرتك ايه في هذا الامر؟ والله يا بص يا كابتن محمد عشان اكون صريح، لسه طبعا ده سابق لاوانه، ولسه طبعا كل هذه الامور بس اكيد في دماغك توجه كويس على اساس زي ما قلت لك الحاجه اللي هتبقى فيها مصلحه النادي الاهلي هو فوق اي اعتبارات، يعني فوق اي اعتبارات مصلحه النادي اولا. اذا كان ان احنا هنعمل منظومه النهارده تبقى فيه النهارده ناس برضه بتبص على لعيبه، لان ده دور على فكره خلي بالك اللجنه الفنيه، مش في لجنه فنيه في النادي الاهلي، كابتن علاء ميهوب هو اللي بيقود هذه العمليه. فطبعا اللجنه الفنيه برضه هي اللي بترشح، ومن خلالنا احنا برضه بنبص على الناس دول وبنشوفهم وبعت لهم برضه مدربين بحيث ان احنا يبقى في راي موحد ان شاء الله في اختيار اي عنصر يضاف للنادي الاهلي ان شاء الله. طب انت حضرتك يا فندم هتشكل بقى الهيكل الاساسي للفرق امتى؟ وهل الاختبارات هتبقى تستمر في نفس مواعيدها ولا هيبقى في تغيير؟ والله بص يا كابتن برضه عشان لسه ده ان شاء الله برضه يمكن في خلال الايام اللي جايه دي ان شاء الله هقعد مع ان شاء الله كده مع لجنه الكوره عشان اقول لهم برضه ايه اللي في ذهني وايه اللي في تشكيله وايه كل هذه الامور، وبرضه هنشوف نحدد فترات الاختبارات بناء على ان شاء الله بعد رمضان ان شاء الله او بعد العيد يبقى نشوف الاختبارات عشان نبتدي الموسم بدري ان شاء الله باذن الله. كابتن مصر وكابتن طبعا النادي الاهلي كابتن فتحي مبروك، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه، طبعا واحد من الرموز الكبيره صراحه في كره القدم. خلينا نروح لان لجنة الكرة برئاسة كابتن محمود الخطيب حرصت على توجيه الشكر للجهاز الفني الأول للفريق بقيادة كابتن حسام البدري وكابتن سيد عبد الحفيظ وبقية أعضاء الجهاز الفني، طبعا كابتن أحمد أيوب، كابتن سيد معوض، كابتن طارق سليمان، كل الأجهزة، كابتن أنيس الشعلالي، كل الجهاز الفني والطبي اللي كانوا موجود والإداري اللي كانوا موجودين في الفترة الماضية. وده هي دي أخلاق النادي الأهلي، ناس جم فترة أدوا ما عليهم، حققوا أرقام قياسية، حققوا بطولات للنادي الأهلي، بطولة الدوري، بطولة الكاس، بطولة السوبر. ويا ريت نغمة إن أي مدير فني هيجي النادي الأهلي يجيب بطولات دي تختفي تماما، لأن منظومة النادي الأهلي بتختار المدير الفني الأنسب لهذا الأمر، لكن مش أي حد هيقدر يخش لو هو مش على قد المستوى إدارة النادي الأهلي لن تستقطبه، لن تتعاقد معاه. فهذه النغمه لابد ان تنتهي، لان النادي الاهلي ما يجيبش اي حد. النادي الاهلي نادي القرن في افريقيا، اكبر نادي في مصر والشرق الاوسط، المدير الفني اللي موجود معاه بيبقى افضل مدير فني موجود في الساحه. فهذا الامر امر مهم للغايه، وتم توجيه الشكر شكر كبير لكابتن احمد ايوب، كابتن حسام، كابتن سيد معوض، كابتن سيد عبد الحفيظ، ناس كابتن طارق سليمان، دكتور خالد اخصائي اللي طبعا الطبي، كل الموجود، كدكتور عمرو ابو المجد في قطاع الناشئين، كل المنظومه اللي كانت موجوده، وكابتن طبعا ابراهيم عبد الصمد في الاكاديميات، كل المنظومه الجميله اللي حققت للنادي الاهلي العديد والعديد من الانجازات تم توجيه الشكر لها والتقديرها الكامل لكل من ساهم في رفعة النادي الأهلي في أيا كان موقعه، سواء في الفريق الأول أو بقية القطاع. أيضا لجنة الكرة بتوضح أسباب تأجيل استكمال الجهاز المعاون، وأكدت أن المواقع الشاغرة في جهاز المعاون الفريق الأول لا يعني إلغائها، وده وضع طبيعي. أن أنا عندي جهاز ابتدت تتشكل فيه الملامح، أن فيه كابتن محمد يوسف وكابتن سامي قمصان، هنبتدي نحط باقي المواقع على حسب طبعا التنسيق مع كابتن محمد يوسف، وايضا الجهاز الفني الاجنبي القادم. يعني كل هذه الامور بيتم دراستها بشكل كبير جدا عشان تبقى فريق عمل، يبقى تيم ورك زي ما انتم حضرتك شايفين الصوره دي. الصوره دي بتوضح يعني ايه تيم ورك. الصوره دي كابتن حسام البدري وكابتن شعلالي وكابتن ابو العيله، دول اخصائيين الفيزيو او البدني
في الفريق، هتلاقي كابتن سيد معوض وكابتن احمد ايوب، هتلاقي كابتن سيد عبد الحفيظ، كل قطاع يعني الجهاز الفني موجودين في لقطه واحده. هو ده التيم ورك اللي النادي الاهلي دلوقتي بيشتغل على انه يكونه عشان يبقى ان شاء الله يعني يجيب الانجازات في الفتره المقبله. ايضا الجهاز الفني هيبتدي مهام عمله اليوم اعتبارا من يوم الاثنين، وذلك حرصا على سير العمل داخل المنظومه عشان تظبيط العديد من الامور، وعشان الراحه اللي كنت اتكلمت فيها مع حضراتكم بعد ماتش كامبالا سيتي في دوري ابطال افريقيا، وكذلك الترتيب بعد الامور كابتن سامي انصار مدربا وسمير عدلي مديرا اداريا. يا جماعه انا سامع صوت في الاير بيس، يا ريت بعد اذنكم تشوفوه. برضو كنت اتكلمت على موضوع الكابتن عدلي القيعي، واروح مع حضراتكم لخبر مهم للغايه. بشكر زمايلي اللي صراحه ظبطوا موضوع الصوت اللي كنت سامعه. اروح لخبر مهم جدا، اني السيد وزير الرياضه بيجتمع بقيادات الوزاره لبحث خطاب النادي الاهلي. اجتمع اليوم مهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه بعدد من رؤساء الادارات المركزيه بالوزاره والمختصين بالرقابه والمعايير والشؤون القانونيه والمسؤولين بمديريات الشباب والرياضه المختلفه، وذلك لبحث ما ورد بخطاب الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، والذي يتضمن طلب تشكيل لجنه ماليه من الوزاره لمراجعه وحصر كافه الاموال التي تبرع بها السيد المستشار تركي آل شيخ. رئيس الهيئه العامه للرياضه بالمملكه العربيه السعوديه، وذلك لبحث الاجراءات التي قام بها النادي باتخاذها حيال هذه التبرعات. ومن جانبه وجه الدكتور خالد عبد العزيز مهندس خالد عبد العزيز سرعه دراسه طلب النادي والبت فيه وفق اللوائح والقوانين المعمول بها في هذا الشان، وفي ضوء قانون الرياضه الجديد رقم 71 لسنه 2017 واللائحه الماليه الجديده للانديه التي تم نشرها بالوقائع المصريه بتاريخ 6/9/2017. دي صوره الاجتماع اللي اجري اليوم صباح اليوم ما بين طبعا سياده الوزير وباقي بصدد هذا الامر اللي طلبه مجلس اداره النادي الاهلي، وده عشان يبقى كله واضح. النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب بياخد هذا الامر كله واضح، احنا ما عندناش حاجه بتستخبى، النادي الاهلي دائما وابدا فوق الجميع، وكل حاجته بتبقى واضحه للغايه، وانت اللي بتطلب ان الناس تشوف، مفيش تعليق اكثر من ذلك ويوضح اكثر من ذلك، لان مفيش حاجه تستحق اكثر من ذلك. خطاب باين وموجه لاعلى جهه سياسيه في شان الرياضه، وهو طبعا معالي وزير الشباب والرياضه المهندس خالد عبد العزيز، يشوف الامر ويبحثوا مع العديد من المستشارين، يشوفوا الامر ماشي ازاي، لان ما فيش لما انت تبقى بهذه الشفافيه الامر بيبقى يعني باين وواضح، وده تعليقنا في هذا الامر. احنا لسه معانا اخبار كتير، هنطلع فاصل يا شباب ولا نكمل؟ طيب هنكمل لغايه لما شبابنا كده يطلعونا فاصل. نروح لخبر الكل بيترقبه، الكل منتظره، وهو محمد صلاح. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيطمئن على حاله محمد صلاح، وفي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تواصل كابتن طبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الكابتن محمد صلاح، وقال ان انا تواصلت مع ابن مصر البار وابن محمد صلاح لاطمئنان عليه بعد اصابته، وكما توقعت وجدته بطلا اقوى من الاصابه ومتحمسا لاستكمال مسيره البطوله والتميز، وقد اكدت له انه اصبح رمزا مصريا يبعث على الفخر والاعتزاز، وانني ادعو الله له دعاء الاب لابنه بان يحفظه ويتم شفائه على خير، ويكفي فخرا بانه اصبح مثالا يحتذى به للشباب في مصر والعالم كله، ادعم محمد صلاح والهاشتاج. سيادة الرئيس
عشان يتكلم في هذا الامر. ده بيبين لك قيمه بالنسبه لنا كلنا، ومش بس بالنسبه لنا كلنا، بالنسبه للوطن العربي باكمله، ولا استثني اي من الدول. مهما حصل لا استثني اي من الدول، لان انت مش هيجي لك كتير حد يكسر لك كل كلمه مستحيل انت كنت تعرفها. مش هيجي لك كتير شاب عشان تتوقع ان هو يصل الى هذا الامر وانت لا تعلمه شخصيا، هيبقى صعب عليك قوي. ولكن يجي من مصر لاعب اسمه محمد صلاح يواجه العديد من الصعوبات في البدايه ويصل الى قمه الهرم بمجهوده وبموهبته، ويحتل هو دوله كانت مشهوره باحتلالها العالم وهي انجلترا، ويبقى في ليفربول هو العلامه الرئيسيه. كان زمان يقول لك علامه ليفربول فريق البيتلز، دلوقتي علامه ليفربول هي محمد صلاح. في اي مكان في العالم تتحدث عن ليفربول هتلاقي اسم محمد صلاح بيتقال. فشاء من شاء وابى من ابى، عشان بس الكلام يبقى واضح. ففي هذا الامر والاصابه اللعينه اللي حدثت لمحمد صلاح في كتفه، وكان باين التحفز من سيرخيو راموس لمنه لله 100 مليون واحد دعا عليه وبوظ صيام الكتير، ولكن هو هيروح فين يعني؟ ما هي الدنيا دواره وكره كده. وعشان يوقف هذه الموهبه، وحضراتكم تتذكروا لقاء اس روما مع ريال مدريد اللي في روما، تعرفوا ماذا حدث في راموس وفي مارسيلو على وجه التحديد من محمد صلاح. العالم كله بكى بعد ما شاف هذا المنظر، مش بس مصر، العالم كله حتى بمن فيهم كريستيانو رونالدو اللي سبق وحصل له هذا الامر في نهائي بطولة اليورو امام فرنسا لما جاله قطع في اربطة الركبة، كان عنده جزع في رباط الركبة وبرضه غادر الملعب وهو باكيا. فالامر بالنسبة له كان بالنسبة لمحمد صلاح كان صعب، ولكن دي قدرة ربنا سبحانه وتعالى. وخلينا اقول لحضراتكم ان ريال مدريد لم يستطع ايقاف صلاح الا بهذا الامر، ما كانوش هيعرفوا يوقفوه. فبالنسبة للناحية الفنية مش هتحدث كثيرا، لان كان باين الفرق الكبير. ليفربول مع صلاح حاجة ومن غير صلاح حاجة تانية، بان التأثير الكبير فنيا ومعنويا. وجمهور ليفربول لو شفتوه هو بيبكي، وكلنا صراحة كنا بنبكي بعد ما شفنا محمد صلاح وهو خارج بهذا الأمر، وكله ابتدي يقول يا رب الحق كأس العالم هو في إيه، والناس شايفاه هو ماشي إلى ذلك. هو عامة عنده جزع في أربطة الكتف، ودي حاجة من الحاجات اللي هي ما هي سهلة، ولكن الحمد لله إن شاء الله في خلال أسبوعين يبتدي ياخد جرعة علاج مكثفة ويبتدي يخش في فترة التعافي. خلينا أقول لحضراتكم حاجة مهمة جدا، إن أيضا التواصل والدعم اللي شافه محمد صلاح من جمهور مصر خرافي، وأنا بشكر الجمهور على هذه الثقة وهذه الدعم، اللي هو نفسه طلع وحس، لأنه هو حس بقيمة الجمهور اللي دايما في ظهره، هو حس بقيمة الناس اللي بتحبه، لأنه صلاح أصبح بسمة المصريين، مش بس مجرد لعيب عندك. صلاح في ناس ما عندهاش يعني ما عندهاش فكرة عن الكورة هتلاقيها بتسأل عليه وبتدعي له. يعني كلنا مثلا كل واحد عنده أم هتلاقيها بتدعي لمحمد صلاح، سواء رمضان أو غير رمضان هيجي اسمه يا رب يكرمه. دي كفاية لوحدها، دي لوحدها كفاية، وبتأثر تأثير شديد جدا، وبيوصل له، هو بيشوف وبيفتح النت وبيشوف كل الكلام وبتواصل مع الناس وبيرد مع الناس ودمه خفيف والكلام ده كله، فبيوصل. فهذا الامر ان شاء الله يعود سريعا. وخلينا بقى اتكلم في الناحيه اللي بالموضوع، لان هبتدي اقول لكم بقى التوجه اللي جاي. محمد صلاح هيكون طبعا المنتخب هيتوجه الى جروزني الروسيه يوم 10 يونيو عشان هيقابل الاورجواي يوم 15 في يوم 15 يونيو يوم جمعه في مدينه اسمها ايكاترينبرغ في روسيا. محمد صلاح هيذهب الى اسبانيا مع الجهاز الطبي لليفربول عشان يتلقى العلاج هناك.
ليه اسبانيا؟ الاسبان في علم كرة القدم دلوقتي تطور علم كرة، بصوا هنا الواقعة، ويا ريت بس مخرجنا يقف بعد اذنك بس، يعني الناس اللي بتشوف والناس اللي مش عارف دماغها رايحة فين وبتقول لك اصل سيرخي راموس، يا ريت بس تفكس لي على هذه الصورة او الصورة اللي قبلها بعد اذنك. ما كانش يقصد، ما فيش حد بيقع وهو ما اجش حد، عشان بس نجيبها كده الناس اللي لعب الكرة تفهمني، ما فيش حد بيقع وهو، هي الصورة دي، حدش محدش بيقع وهو ما انجش حد. طيب احنا معنا من ايطاليا الناقد الرياضي الكبير الاستاذ مصطفى طنطاوي. مساء الخير يا فندم، وكل سنه وحضرتك طيب. النور يا كابتن محمد، حضرتك طيب، بسلم على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. طيب انا عايز اطمن منك على رحله المنتخب والماتش، الماتشات اللي هيلعبها والحالة اللي موجودين فيها طبعا بعد إصابة صلاح، وأيضا عايز أسأل حضرتك كيف يتم التعامل مع حالة صلاح من قبل المنتخب المصري. والله المنتخب الوطني مستقر دلوقتي في معسكره في مدينة بيرجامو الإيطالية. يمكن نشكر والله الاتحاد المصري لكرة القدم وشركة بريزنتيشن على اختيارها للمكان ده، لأن في الحقيقة المكان هادي وبيبعث على التركيز والتفرغ للتدريبات والمباريات. الحالة المعنوية للاعبين بعد ما كانت اهتزت بشكل كبير بعد الوصول لإيطاليا ومشاهدة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا ومشاهدة إصابة نجمنا الكبير محمد صلاح، رجعت تاني لمعدلاتها الطبيعية وللحماس المعهود وللتفاؤل بعد الاطمئنان الكبير اللي حصل امبارح وليلة المباراة، ان نجمنا الكبير ان شاء الله رب العالمين هيلحق بمعسكر المنتخب في كاس العالم، واحتمال كبير ان شاء الله يشارك في كاس العالم باذن الله. الطبيب دكتور محمد ابو العيلة هيكون مرافق للمهندس ثاني ابو ريده رئيس الاتحاد المصري لكره القدم في رحله الى اسبانيا اللي بيتعالج فيها محمد صلاح بدايه من اليوم. طبعا المشاهده عن قرب ومتابعه الحاله الصحيه ورؤيه كافه التقارير والجلسه مع صلاح هتطمنا اكتر، وهينقلوا ده للجهاز الفني علشان يكون واخد قراره النهائي بالارتكان والانتظار لمشاركه صلاح ان شاء الله في المباراه الاولى في كاس العالم امام اوروغواي، او لا قدر الله العكس. طيب انا عايز اسال حضرتك بالنسبة ل يعني متى يتم معرفة الحالة بعد وجوده في اسبانيا؟ يعني انا سامع ان بعد في اسبانيا هيحصل فيه فحوصات اخرى وهيتم تحديد المدة الزمنية، امتى هيعلنوا هذا الامر؟ لا من 15 ل 21 يوم. لكن حضرتك عارف ان في اجسام بتستجيب للعلاج بسرعه اكبر من اجسام اخرى، وان شاء الله نجمنا بروحه الكبيره اللي اعلن عنها امبارح واللي قال ان هو مقاتل ومستعد لمشاركه المنتخب في كاس العالم عشان كلنا كمصريين نكون فخورين بيه، اكيد ده هيكون دافع كبير ان شاء الله لشفائه العاجل، ويمكن يكون اقل بكتير كمان من المده الدنيا واللي هي 15 يوم ان شاء الله رب العالمين باذن الله. عايز اسال حضرتك بقى عن حاله المنتخب في التدريبات وتجهيزاته لماتش بلجيكا، وهل تتوقع عوده كوبر لطريقه ماتش البرتغال بالنسبه للعناصر، ولا الموضوع ماشي ازاي في اذهان كوبر من وجهه نظرك يعني؟ والله يا كابتن، يمكن النهارده كان اليوم اللي نقدر نقول اشاره البدء القصوى للاستعدادات النهائيه لكاس العالم، او ان خلاص ما عادش في وقت للدلع، ما عادش في وقت نضيعه. مستر كوبر قرر بدايه من اليوم ان التدريبين يبقوا تدريب صباحي وتدريب مسائي، وقرر ان التدريب يبقى الساعه 11 صباحا وتدريب في 7 مساء، يعني الاثنين قبل موعد الافطار اللي هنا في ايطاليا بيوافق الساعه 9 مساء. طيب ممكن اعرف المده الزمنيه يا فندم قد ايه؟ مش شاغل باله باي حاجه الا بالكوره بس. ممكن بس وبالنواحي الفنيه استاذ مصطفى وعليه، اتفضل يا فندم. ممكن اسال حضرتك المده الزمنيه بتاعت التمرينات الصباحي والمساء قد ايه؟
ساعة ونص خلالهم في نهاية النص ساعة في كل تمرين تدريب تكتيكي، وبالليل بيبقى في تقسيمة في النص ساعة الأخيرة، وبعديها نص ساعة استشفاء، وبعض العناصر بتبقى بتشارك في الجيم من بداية التدريب. محمد النني هو اللاعب الوحيد الذي لم يشارك حتى الآن في التقسيمة، لكن طبيب الفريق الدكتور محمد ابو العيله سواء او الدكتور حسام الابراشي او الدكتور بدر كلهم اكدوا لي ان هو خلاص بقى في حاله بدنيه عاليه ومستعد للمشاركه، ولكن بالاتفاق مع المدير الفني اكيد او بشبه مؤكد او بدرجه كبيره محمد النني هيرتاح في مباراه كولومبيا ومش هيشارك فيها، وهيبتدي المشاركه في المباراه التي تليها وهي مباراه بلجيكا. يعني اللاعب احمد المحمدي وصل النهارده من قادمه من انجلترا بعد نهايه الموسم بالنسبه له وخساره فريقه، شارك في التدريبات لكنه لم يشارك في التقسيمه طبعا للارهاق اللي كان في رحله السفر، وتفضيل الجهاز الفني ان هو يريح في التقسيمه ويشارك في التدريبات كامله بدءا من الغد. بعض الجهاز بيلاقي بعض اللاعبين لكن اي اصابات في الفريق وان شاء الله الفريق كله يبقى جاهز للملحمه اللي جايه باذن الله. طيب يعني انت شايف ان في ماتش كولومبيا بعد طبعا يعني قرار اراحه النني هيبقى في تغييرات في بعض المراكز، يعني مش هيبقى زي مثلا لقاء البرتغال ان المنتخب نازل بالقوه الضربه. اقدر اقول لحضرتك ان هيبقى في تغيير بس في المركز ده، لكن من رؤيتي لمستر كوبر وتدريباته وتكتيكه في التدريبات في الثلاث تدريبات اللي حضرتهم لحد دلوقتي هنا في ايطاليا، ان مستر كوبر خلاص هيبتدي على 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 التجانس ما بين العناصر الاساسيه والعناصر الاساسيه اللي هو عليها الاختيار في القائمه النهائيه اللي لازم تتقدم قبل يوم 4/6 القادم. فافتكر هيكون التركيز في المباريات الوديه القادمه وخلال التدريبات اللي جايه كلها مع رفع معدلات الاحمال التدريبيه الكبيره. هو باين اهو ساعة ونص يعني هاي انتنستي عالي حمل عالي، فباين ان التوجه في هذا الامر. بنشكرك استاذ مصطفى طنطاوي ناقدنا الرياضي الكبير، شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه. خلينا نتكلم في حته لماذا اسبانيا بالنسبه لصلاح. انا بقول لحضراتكم اسبانيا في طريقه التاهيل وطريقه علاج الاصابات هي من رقم واحد في العالم هي والمانيا. فالجهاز المعاون في فريق ليفربول ما هم من الاسبان، فذهبوا فضلوا ان هم يذهبوا الى اسبانيا، وشفنا ما حدث مع نيمار وشفنا ما حدث مع العديد من الامور، كانوا بيروحوا لاسبانيا عشان ياهلوا سريعا. احنا عندنا تقرير عن محمد صلاح نطلع نشوفه ونرجع نكمل كلامنا.